عملت نفسي ان انا عديت وما خدتش بالي وبعدين لاني مش عارف اعمل ايه. اهلا، واضح عمرو صالح. اكتر حاجه مجنونه عملتها في حياتي هو ان في لحظه من اللحظات قررت اني اسافر واكتشف الدنيا، ورحت الصين لوحدي تماما وما اعرفش اي حد هناك، واتبسطت وعملت صحاب ورحت حفلات، وكان في تاكسي هيخطفني. لقيت عربية جيب كده وفيها اتنين، والراجل قال لي تاكسي. قلت له اه تعالى، ما هو هناك محدش بيتكلم انجليزي. فركبت مع الراجل، وبعدين وانا ماشي لقيت العربيات بتاعت التاكسي حاطين العلامة، والعربية دي ما فيهاش علامة. فقلت له هو فين الميتر، فين العداد؟ فلقيته بيشاور لي على عداد الكيلومترات بتاع العربية. يعني قلت له لا، ده مش الميتر، ده مش العداد بتاع الأجرة، اقف. كانش عايز يقف، فمسكت فيه وهو سايق لغاية ما وقف. هو وقف من هنا، لقيت تاكسي واحدة ست وقفت لي على طول. نزلت من عنده في العربية وركبت معاها، اللي هي التاكسي بقى له العربية اللي عليها العلامة اللي من فوق. وهو دخل ورا في الكنبة اللي ورا وقعد يتكلم معاها بالصيني. عرفت منها في الآخر ان هو كان بيقول لها تدفعني فلوس اكتر ويقسموا مع بعض، وهي رفضت وطردته من العربية وودتني غيرت فلوس وودتني الاوتيل بتاعي، كل ده بلغة الاشارة. هي بتتكلم صيني وانا بشاور لها وفي النص انجليزي هي مش فاهماه، فما لقيت نفسه انه ملوش لازمة يعني الانجليزي. اكتر حاجة بخاف منها ونفسي اتغلب عليها المرتفعات والكباري الكتير اللي بقت في البلد، ما بحبهاش خالص. كمية كباري بتخوفني جدا، وبحاول دايما ان انا افويد اطلع الكباري. اغرب موقف حصل لي مع معجب او معجبة، فكنت في مرة رايح مكان اتغدى وفي عربية معدية وفي اولاد وبنات شافوني، فراحوا طلعوا من الشباك عملوا لي باي باي، وفي حد راح من جوه بتاع، والسائقة برضو راحت عملت باي باي ونسيت ان هي في الشارع وراحت رشقت في العربية اللي قدامها. عملت نفسي ان انا عديت وما خدتش بالي وبعدين لاني مش عارف اعمل ايه. موقف غريب جدا يعني، فمقدرش اعمل فيه حاجة يعني. اكتر موقف طريف حصل لي في التصوير، كنت بعمل مسلسل انا وفتحي عبد الوهاب، استاذ فتحي عبد الوهاب، طالعين حراميه او ولاد يعني عيال اشقياء. ففي فراخ في عشه واحنا بننزل بحبل، المفروض ننزل نسرق الفراخ. في السكريبت مكتوب ان شخصيتي بتنزل، انا وفتحي بننزل ونمسك الفراخ. فواحنا نازلين انا يعني ايه كنت مكسوف منهم، فواحنا نازلين فضلت ساكت ساكت لغايه ما قربنا من الفراخ، وبعدين قلت لفتحي، قلت له على فكره انا بخاف امسك الفراخ قوي، انا بخاف من الفراخ جدا. فكان المفروض ان انا اللي قبليه في الحبل، فراح هو ما استناش يعني، قال لهم معلش يا جماعه شدونا انا اللي همسك الفراخ. شكرا، واضح.